السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. انا النهارده جايه لكم من درب سعيده، محل فلو باتير. انا عايزه اقول لكم كل الرفايع اللي فيه حاجات حلوه جدا، حاجات ممتازه جدا جدا. في حاجات كتير تركي وفي حاجات من مصانعهم، واسعارهم مميزه جدا لان هم بيبيعوا لتجار الجمله وبيبيعوا قطاعي بسعر مختلف جدا عن اي محل تاني. كل التشكيل تقريبا عندهم، وعندهم حاجات كتير جدا ما تخطرش في بالنا. تابعوني لاخر الفيديو علشان نعرف كل الجديد بالتفصيل. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. هنبدا مع بعض باول حاجه بالكنك. اتفضلي، ده كده ستانلس. ايوه ده ستانلس تركي يا بنات. بصوا احنا هنطلعه. بصوا بصوا يا بنات، اهي مكتوب عليه ميدن تركي. ثلاث مقاسات على حامل، زي ما هو يا بنات موجود كده على الكرتونه. ده كده تركي بكام؟ ده ماركه ولدن. فيها جرانيت، ده عامل 300. فيها ستانلس يا بنات، ستانلس بيور وجرانيت. ده كده الطقم ده ب 300. في نوع تاني تركي برضو هوم لايف. في منه الليزر، يعني في منه مرسوم عليه، في منه ساده، في منه ساده يا بنات زي كده، وفي منه الليزر طبعا اللي بيبقى عليه حفر كده. بصي ده ليزر. بصي يا بنات اهي، تمام، شكلها حلو قوي جدا. بصي ثلاث مقاسات برضه. بصي يا بنات هما ثلاث مقاسات طبعا، الطقم احنا عارفين. تمام زي ما هو موجود على العلبه كده، في الساده بتاعه وفي الليزر. اتفضلي. اقول لك على حاجه، الكنك التركي ده فيه كذا شكل، يعني بصي فيه الشكل العادي. بصي يا بنات فيه الشكل ده، وفيه البومبي، وفي البومبي الوان، وهو في الوان، يعني في اللي هو الاستانلس في استانلس، وفي اللي هو الايد بتاعته اللي هي بتبقى سيليكون. يعني هو استانلس في سيليكون. ماشي بالوان، وفي الاحمر وفي الموف. ممكن اوريك جديد الاستانلس في سيليكون ده يا بنات، ده جديد قوي ده. تمام. نعرف الاسعار. السعر ده يا ستي الليزر عامل 270، والساده منه عامل 255. تمام، الليزر يا بنات 270 والساده 255. اتفضل اهي يا بنات اللي ايديها سيليكون. ايوه بصي في كذا شكل منه، في الشكل اللي انا قلت لك عليه اللي هم الرسومات دي. بصي في الرسمه دي كده. ايوه تمام، في منها الالوان برده، وفي الرسمه دي في اهي يا بنات. ايوه وفي البومبي بتاعتها، ودي بتبقى الالوان بتاعتها كلها هنا كده، كل التشكيل بتاعها بالالوان. تمام، ماركه ولدن يا بنات تركي 18/10، دي اللي قلنا عليها ب 300. اي بتلتمية. حاجه فيهم ب 300، اي شكل منه ب 300. تمام، هنا الجرانيت الماركه ولدن دي تركي، نازل منها لونين بس. هو كان المفروض ده كان نازل ثلاث الوان، بس حاليا جاي لنا منه الجري وجاي لنا منه النبيتي. تمام، من اول مقاس 18 لغايه مقاس 30. معاكي اسعارهم؟ معايا اسعارهم. تمام، مقاس 18 على الحله الاول، وبعد كده نقول اسعار كله. تمام، بصي يا بنات اهو في الجري والرمادي هنا اهو. بصي يعني كل حاجه جايه متغلفه بالظبط. ومعاها المسكات بتاعتها، كل حاله معاها الماسك بتاعها. طبعا الطقم احنا عارفين يا بنات ان الطقم كله ممكن يجي معايا ماسك حله، او بالكتير قوي يعني ماسك حلتين. ده كده كل حله معاها الماسك بتاعها. ايوه انا بحب هو في جري وفي نبيتي. انا يعني بحب المتاحين. انا بحب يا بنات المقبض ده قوي. بصي دي جميله فيها، مش اللي هو تقدري تستعمليها طاجن برضو للفرن. جميله قوي دي. دي كده بالمسكات بتاعتها. تمام كده احنا شفنا اول مقاس. بصي مقاساته 18 420، 18 420، 20 480، تمام، 22 550، تمام، 24 605، تمام، 24 26 660، 28 700، 30 740. الحاجات دي كلها معموله عليها عروض. دي كده معمول عليها عروض، يعني مثلا مقاس 28 ده مثلا، ده كان اصلا كان عامل 740، دلوقتي بقى عامل 700 مقفول. يعني احنا شلنا في حاجات كتير قوي، شلنا منها الكسور. تمام، ما ننساش يا بنات ان احنا لما نيجي نقول تبع قناه شيماء الجوهري علشان تستفيدوا بالعروض اللي معموله للقناه. تمام، ايه تاني في احنا كده خدنا كل المقاسات. انا شايفه كمان في صواني، المقاسات اللي هي الجرانيت الحلل. في منها المقلايات الجرانيت، وفي منها قصه الكريب كمان. يعني بصي دي كده مقلايه، ده كده مقلايه. نفس الالوان، يعني انا كذا عروسه عشان لو حبوا يعملوا طقم، عملت طقم بالظبط. بس عملت الحركه دي. هو حلو. بصوا السمك بتاعها يا بنات، بصوا السمك الستانلس بتاعها كمان متوزع، الستانلس عامله ازاي. بصوا يا بنات التوزيع الحراري اهو موجود، والماركه محفوره من تحت مش طباعه، وبرده مكتوب عليها اهو ميد ان تركي. انا عايزه اقول لكم حلو قوي وتقيله دي. سمكها قد ايه؟
5 تمام. السمك بتاعها يا بنات زي ما احنا متفقين سمك 5 مللي، يعني حاجه كويسه جدا. المقلايه 20 275، 22 295، 24 320. 24 320 يا بنات، دي مقاسات المقلايه. مقاسات المقلايه 20 275، 22 295، 24 320. اللي هيجي يقول فعلا من قناه شيماء الجهري. ايوه تمام. طاسه الكريب مقاس 30، اكبر مقاس قسمت كده ما شاء الله، شكلها جميل. عايزه اقول لكم يعني حلوه جدا. طبعا احنا عارفين الحاجات دي لاولادنا كده في المدارس، واحنا قاعدين في الاجازات اللي احنا بنقعد فيها كتير دي بتبقى حلوه يعني جدا. بصي اللي طالع لي اللون النبيتي. اللون النبيتي ده في منه في الحلل وفي منه في الملايات برده. تمام. انا عايزه اقول لكم حلوه حلوه، وايديها سيليكون جميله جدا يا بنات. ايديا الهوم، احنا قايلين ان ديت ايديا الهوم، يعني متفقين ان الماركه دي ماركه ممتازه جدا. مقاس 30 دي عامله 280 بدل 350. 280 يا بنات بدل 350. تمام. احنا بصوا يا بنات كل حاجه محطوطه في الغلاف بتاعها، لان احنا متفقين اول حاجه ان دي بتنافس النيوفلام، فانا عايزه اقول لكم الخامه بتاعتها انا مسكتها ما شاء الله جامده جدا. امسكي كده وريها لي من ورا. بصي يا بنات اهي انا ايديا الهوم وميد ان تركي، كل التفاصيل دي 4.5 مللي. انا عايزه اقول لكم حلوه جدا وتقيله تقيله جدا، وجرانيت من جوه ومن بره. تمام. بكام دي؟ 600. مقاس كام بقى؟ 35. ما شاء الله كبيره جدا. برده في منها الوان، نفس الالوان الحلال بالظبط، النبيتي والجري. النبيتي والجري يا بنات. تيجي تعمل الالوان بتعملها طعم واحد، وفي ناس بتعملها اللي هي بتعمل ميكس لونين كده. بالظبط يا بنات. بصوا جميله جدا وكبيره. دي قد ايه دي؟ 16 18 16 ما شاء الله حلو قوي. دي 2 لتر وشويه كمان. كبيره. بكام دي بقى؟ دي 350. 350 دي مقاس واحد. مقاس واحد نفس الماركه يا بنات، ولدن نفس الماركه اللي قلنا عليها بتنافس نيوفلام. بصوا يا بنات في كمان الحلل الاستانلس دي، بصوا في كل المقاسات، يعني انا شايفه مقاس 28 و26. اول مقاس 28 المقاس اللي انت عايزاه افتحي الوسط. الوسط 24 على اساس 24 برده ناس كتير بتحتاجها. فنشوف بقى السمك بتاعها ونشوف المقبض عامل ازاي، نشوف الحله نفسها عامله ازاي. بصوا برده يا بنات كل حاجه بتجيلك جوه متغلفه بالكيس القماش بتاعها. برده الولدن بتاعها هي الولدن اسمها الماركه بتاعتها ولدن. منزلين تمام. منها اللي هي الجرانيت ومنزلين منها الاستانلس. تمام. بصوا يعني انا عندي عرايس ما شاء الله ما شاء الله جم عملوا يعني فرداني. عملوا معاهم المقاسات. انا عايزه اقول لكم ايه، هي شكلها شيك قوي اصلا. انا قلت لها افتحي لي الحله دي. بصوا شكلها ملفت جدا. بصوا بصوا لا تحفه حله. بصوا اهي مكتوب عليها ولدن تحت، وبرده تركي جميله جدا. ميدن تركي اهي يا بنات. جميله قوي. امسكيها بقى عادل كده. بصوا يا بنات هنا الشياطه بتاعته قد ايه، عاليه جدا، والماركه بتاعت الحله مكتوبه عليها، والمقبض كل حاجه فيها كل تفاصيلها بصراحه جميله قوي. انا ممكن اشيلها؟ امسكيها من الناحيه التانيه كده. لا ما شاء الله بجد تقيله جدا حلوه قوي. قولي لي بقى الاسعار بتاعتهم، لان هم فعلا جامدين جدا الحاجات دي. موجود من مقاس 18 مش من 20 كمان. 18 لغايه 30 برضه. من 18 ل 30 يا بنات. هنعرف اسعارهم دلوقتي. بصي يا ستي تمام. مقاس 18 عامل أيوه. 435. مقاس 22 560. تمام تمام. مقاس 24 620. انت كده سامعاني؟ 26 690. تمام. 28 745. تمام. 30 810. و20 510. و20 510. 30 810 و20 510. دي كده اسعار الحلل الاستانلس ماركه ولدن، نفس ماركه الجرانيت ماركه الجرانيت. طب هي عليها ضمان؟ ايوه عليها ضمان. طبعا احنا عارفين طبعا يا بنات الاستانلس اساسا ما بيحصلوش حاجه واستعماله ممتاز جدا. طب في كمان انا شايفه كنك جرانيت. ده كنك جرانيت. مارتيف. مارتيف دي يا بنات ماركه تركي، انا عايزه اقول لكم بحترمها جدا، من ضمن الماركات اللي بحبها. طلعي واحده كفايه، وهو الحامل اهو قدامنا يا بنات، عشان بس احنا عاملين نفتح في كل حاجه. مفيش اي مشكله. الله يخليك. بصي يا بنات اهي في منها الوان برضو. بصي شكلها جميل جدا. منها الثلاث مقاسات بتاعها بتاع الجرانيت زي ما انت عارفه. وبصي برضو معمول عليها ورق اهي المارتيف. تمام تمام. ده عامل 199. 199. بصوا يا بنات الالوان ايه، في نبيتي وموف، في الوان تانية وفي نحاسي كمان.
بس ماشي وموج او نحاس. اه في بنات في دي كده، دي توابل، دي علبة توابل، بص المعلقة. اه تمام. اه يعني دي ممكن نستعملها مثلا للبن بودرة، للحاجات للدقيق، الحاجات اللي هي بنستعملها بالمعلقة يا بنات. حلوة قوي دي. اه دي في 31. 31 ايوه. وفي منها النبيتي وفي منها البني. تمام الوانها حلوة قوي. وعلبتها كمان بصي يعني المعلقة فعلا لبن بودرة بتاع الاطفال. اه بالظبط محكمة جدا. ايوه امنة. طب بصي اه كده. اه اه تمام. انا عايزة اقول لكم هي شكلها حلو قوي. الحاجات دي لما بتحطيها طبعا لو عروسه بتجهزي كل التفاصيل دي بتفرق معاكي. قطعت خضار اهو، تحطي الخيار، تحطي الطماطم، تحطي الجزر، الذره. بس اسلحة حاسب بس تورا عشان تبقى جامد جدا. اه بص انا عايزه اوريها لهم في الكام. بصوا يا بنات هي مشرشره كده، من هنا ليها سنون وتحت ليها الشرايح، بتحطي الحاجه وبتضغطي بتتقطع. دي حلوه قوي دي. بصي اهي. اه طبعا ممكن تقطعي بيها موز، تقطعي بيها، تستحمل تفاح، تستحمل كل حاجه. بص اه ده خيار كمان وجزر، يبقى تستحمل وكله. اه حلوه قوي دي. فتحتيها اه وكده فتحتيها اهي. اه تمام جميله قوي دي يا بنات. عوايز كثيره جدا بياخدوها وقالوا ان استخداماتها كمان جميله. اه تمام. بصوا كمان في منها الوان كتير، في منها الاخضر والاورانج والموف. ده بكام دي؟ 39. انا عايزه اقول لك الاسعار دي يا بنات، اللي يجي ما ينساش يقول ان هو جاي تبع قناه شماء الجوهري عشان يستفاد بالاسعار دي. في كمان قطعه الخضار العجله دي برضه، في منها الوان، في منها الاورنج، في منها اللبني، اه بصوا دي سريعه برضو كده، تقطعي بيها خضره على طول، خضره محشي. برضو بتشيلي ده، بتشيلي سلاح لو انت عايزه تشيلي سلاح منها. اه تستخدميها قطعت بيتزا بس هتستخدميها. اه حلوه فكرتها. وقطعت عجين يا بنات برضو، تقدر تتحكم في الـ في الـ في الفروق اللي ما بين الحاجات وبعضها صح. أوه. انا عايزه اقول لكم حاميه جدا، انا صباعي جالها حاميه جدا فعلا. ده بكام دي؟ دي ب 22. حلوه قوي. تمام. وايه دول؟ دي اطباق سيليكون، دي زي الاطباق بتعملي فيها البولت البام كيك كده وبتدخليها الميكروويف بولتين كده. اه زي المولتن كيك بالظبط كده. اه بصي يا بنات تمام. اه حلوه قوي. بتدخليها الميكروويف. اه ده بكام دي برضو؟ دي يا ستي في العرض عامله 15 جنيه بدل 24 ونص. بدل 24 ونص. تمام. خزان الصابون اللي فوق ده بص يا بنات اهو حلو جدا برضو. اهو ده عامل 35. اه بصوا يا بنات اهو، بتحطوه بقى في التواليت، تحطوه جنب الحوض. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي للعرايس برضو ولينا احنا في بيوتنا، جميله. ومعاها اه معاها الحامل بتاع المسامير او الدبل فيس بتاعها. ده 35. 35. واللي جنبه اللبني ده زيه ولا مختلف في السعر؟ هو ده تركي اكبر شويه عامل 45. اه تركي يا بنات اكبر شويه عامل 45. تمام. ده كمان منظم الشرابات، ده هو مشمع كده. بص هو مشمع يا بنات وليه كذا فتحه، تحطي فيه بقى بالظبط بنتيهات شرابات، تروح تلفيها كده وتحطيها فيه. والشوزات الشرابات شوزات. اه في يا بنات بصوا هو اهو موجود هنا اهو شوزات، يعني انت وافكارك. وحلو للبيبيهات اللي عندها بيبي وما عندهاش دولاب، ممكن تعلق فيه غيارات وفيها تبقى حلوه قوي برده. بكام ده؟ 23 ونص. 23 ونص. لمامه الوبر دي بتاعت الغساله بنحطها جوه الغساله كده وبتلم لنا الوبر كله بتاع الغساله. تمام. دي عامله 8 ونص. علشان يعني عشان الفلتر بتاع الغساله يا بنات، فدي بتبقى كويسه قوي ب 8 ونص قلتي؟ 8 جنيه. تمام 8 جنيه 8. تمام حلو قوي. اه بصوا كمان اه دي الواحد عين كده اه بتتعلق على الحنفيه. تمام. بصي يا بنات هي فيها اهي فتحات من تحت عشان تحطي الليف بتاعه المواعين ما تعملش ريحه في المطبخ، دي كمان جميله قوي. بصي عشان ما قلتش الالوان وعرفين ان فيها الوان. بصي في الوان منها اهو كل الوانها جميله. قلنا بكام؟ 8 ب 7 ونص. ب 7 ونص يا بنات. تمام. جاي مشابك البطانيه دي كده برضو. اه دي كبيره جدا دي. دي تحفه. اه استخدامها فعلا روعه. 12 ونص. دي اربعه مع بعض يا بنات 12 ونص، الاربعه طبعا ملونين. تمام. الشماعه دي عمليه جدا حلوه قوي، تتحط بقى معاكي في اي مكان وبتاخد حاجات كتير. بصوا يعني هي فيها كام واحده؟ 3 و4 7 و3 10، فيها 10 علقات. بصوا ما بتاخدش مكان في التخزين خالص، ما بتاخدش مكان في التخزين خالص. بصوا انا عايزه اقول لكم شكلها جميل قوي. بكام بقى؟ ب 12 ونص. 12 ونص حلو قوي. بصوا اهو هي الخشب بتاعها فاتح برده، بيبقى ده جميل قوي. بصي الليف بتاع الظهر كمان ده
طويله وبتتمط معاكي، وفي منها الوان كتير. في منها الوان كتير وبيدي يا بنات. بكام دي بقى؟ 25. بصي يا بنات الالوان بتاعتها اهي، ودي كده ب 25. الماسك ده ده السيليكون اهو، ده الكب كيك. اهو الكب كيك ده عامل 12.5. في الشكل ده اللي هو الكف ده، ده عامل 7.5. ده يا بنات 7.5، وشكل الكب كيك اللي هي ماسكاه ده ب 12.5 صح؟ 12.5 تمام. برضو يا بنات في منهم الوان كتير جدا. دي دوت المشابك بتاعت تقفيل الاكياس بالظبط، السيليكون اللي بيها الاكياس. تمام. 10 مشابك ب 7.5. انا عايزه اقول لكم عمليه جدا، وبتقفل فعلا الاكياس. يعني انا عندي بواقي اكياس مكرونه، باقي كيس دقيق، بروح برماه واروح قافله بالمشبك. حلو جدا. وده غطا ايه؟ ده غطا الاكل، من الدبان بقى، من اي حاجه بنغطي بيها، بنطلع مثلا اكل ميكرويف الفرن كده بنغطيه، عملنا اكل وعايزين نغطيه، ده غطا الاكل. تمام. ده عامل 15. ده 15 يا بنات. برده في منه الازرق والاخضر. ازرق واخضر. فرشه التواليت يا بنات، بس ايديها طويله وليها الحته الرفيعه من ورا ديت. ايوه احنا كلنا بنعاني منها. دي عامله 15. دي 15 برده، في منها الوان، منها الجرين الجراي والبينك. تمام. بصوا يا بنات في مكبس البرجر ده كمان. مكبس البرجر ده المعدن الالومنيوم. بصي ده في العرض 30 بدل 35. 30 بدل 35. طيب عايزين نقول حاجه بقى، الاسعار دي اسعار اللي هيجي للقناه بس، في اسعار تانية لتجار الجمله. يعني طيب يا بنات خلينا متفقين، الاسعار دي اسعار قطاعي للي هيجي للقناه، برضو الاسعار دي اسعار تخفيض للي جايين تبع القناه. لو حد لزبون القطاعي للاونلاين ما بين الجمله مثلا حاجات بسيطه. تمام، ما بين الجمله حاجات بسيطه، زبون الجمله ليه اسعار تانية خالص. تمام. قطاعه البيت دي بصي بتحطي البدايه هنا اهي، جميله جدا دي. بص بقى انا عايزه اقول حاجه، دي غير القديمه بتاعتنا اللي هي السلك ويتعوج والكلام ده، لا خالص، دي قاعده معاكي بتاعتها بتتعوج معاكي فاهمه. بصوا اهي يا بنات، انا عايزه اقول لكم حلوه قوي دي. بكام دي؟ دي عامله 29. 29 جميله. في منها الاخضر وفي منها الاسود. في منها الاخضر والاسود يا بنات. اهو الاخضر والاسود اللي احنا شفناه. تمام. في كمان يا بنات مفرش السيليكون، ومفرش السيليكون هنا موجود في علبه، مش سايب لوحده كده. بصوا حجمه كبير. بصوا موجود المقاسات عليه، مقاسات لغايه 35. تمام، لغايه مقاس 35. جميل قوي. بصوا يا بنات جميل، وفي منه الوان. ده بكام ده؟ ده عامل 42. 42. بصوا يا بنات الالوان بتاعته اهي. تمام، حلو قوي. في العرض اللي فوق ده اللي هو عرض الفويل والاسترتش ورق الزبده. ده عامل 27 في العرض. ثلاث رولات مع بعض. تمام. بصي يا بنات في كمان صواني هنا لفتت نظري بصراحه، حلوه قوي دي. ايه سيليكون بتدخل الفرن عادي صح؟ بتخش الفرن. بصي ارتفاعها الصينيه حلو ومش خفيفه قوي، حلوه تيفال. جميله. بكام بقى دي؟ عامله 75. 75. بصي يا بنات هي كبيره مش صغيره، حلوه حجمها حلو. وفي كمان حاجه زي كده. دي زي اللي تعملي فيها مثلا بيتزا. جميله. 55 برضو حجمها حلو قوي. تمام. في كمان يا بنات منع الترطشه ده اللي بايه. عامل 12.5. 12.5. وفي اطقم حمام كمان انا شايفه. بصوا يا بنات في اطقم حمام. 195. 195 برضو. في اشكال منهم فرسلان. تمام. في فرشه الكاسات دي. بصوا الفرشه دي بقى الحاجات الدلع بتاعتنا. بس تحطي الكوبايه ليها تثبيت تحت على الحوض اهي. تمام. وحطي ودخلي الكوبايه وخرجيها، هي اتغسلت خلاص كده. تمام. دي عامله 35. 35. فرشه الحمام شكلها طبعا. لا احنا شايفينها. دي اودي التركي عامله 30. دي اودي 30. تمام. ودي ايه؟ دي صبانه. دي زي حامل الشامبو، حامل الشاور في الحمام. كبيره يعني. بصوا يا بنات اهي. كبيره. بصوا غويطه من جوه، بتلزقيها كده بالدبل فيس بتاعها بالشماعه بتاعتها. هي معاها دبل فيس. معاها الشماعات بتاعتها. تمام. بصوا يا بنات شكلها جميل. في منها الابيض والرمادي. بكام دي؟ دي ب 33. 33. اللي جنبها دي مثلثه، دي الماسكه المثلثه اللي بتحطيها في حرف الحوض. تمام. طبعا يا بنات ده كمان كيس الشرابات. كيس الشرابات ده كبير مش الصغير، والوان. بص ده كبير عن اللي عندنا فعلا. تمام. ده 7.5. ده كده 7.5. في
في نوع تاني بالشميزات مثلا بالتيشيرتات البيضه والحاجات دي كلها. ده جديد ده بقى، ده انا معرفوش. ده الايه بقى؟ ده برضو شرابات، برا، التيشيرتات، الحاجات دي كلها. ده ب 12.5، وخامته مسكيها انت كده عشان تقولي لهم دي خامته تقيله. تقيله وناعم. حلو قوي. ده برضو ده بكام ده؟ يعني ده 12.5 وده 12.5؟ لا ده 12.5 وده 7.5. تمام. بصي يا بنات، هنا اهو في حاجه كده عشان وتحت برضو نفس الحاجه عشان تحافظ لك على البراوه وهو بيتغسل. تمام، حلو قوي. دي بكام؟ ب 12.5 يا بنات. بصوا دي ايه؟ دي صبانه بتحطي هنا الصابونه، بتعلقيها اصلا في البانيو زي اللي في الرسمه كده بالظبط، بتعلقيها في البانيو، تحطي الصابونه الدش بتاعنا الصابونه والفوطه والليفه. دي عامله 25. انا عايزه اقول لكم في منها الوان كتير جدا، الحاجات دي لاستغلال المساحات كويسه جدا، جميله. وجروب زي كده حاجات صغيره دي بقى طبعا يا بنات عشان ولادنا، او عشان انت لو وقعت منك حاجه كده في المطبخ او اي حاجه، الحاجات دي صغيره بتبقى سهله معاكي. بكام؟ 6.5. في كمان هرسه التوم دي وايه تاني؟ توم وايه؟ ومكسرات برضو تقدري يعني تعملي الحاجات الرفيعه دي كلها، هي اللي الكلام بتاعها اساسا حلو جدا انك انت فعلا تقدري تفرمي بيها. حطي صباعك كده حلوه كده، مقبض التوم والكلام ده كله. بالظبط، جميله. في منها كمان يا بنات الاسود بتاعها برضو شكله حلو قوي. بكام دي؟ 21. وفي بقى المنازل اللي بتستعمليها اكتر من مره، دي عايزه اقول لكم ممتازه جدا. في منها الحجم الصغير وده اكبر، صح؟ 50 و100. 20 و20. 100 ورقه يا بنات، وهنا 50. ده ب 20 وده ب 30 وده ب 30. تمام. وده مسن سكاكين. مسن السكاكين دوت، بصوا يا بنات استخدامه روعه جدا. اهو يا بنات المسن ده ايه؟ بص ده تقيل شكله حلو كده. احنا قلنا عليه بكام؟ 30. ده ب 30 يا بنات. انا عايزه اقول لكم يعني هو لون واحد كله، بس هو كمان شكله شيك قوي، شكله جميل. طبعا الحاجات دي للعرايس بتبقى حلوه. بصي المبشره دي، مبشره كده مربعه الجوانب بتاعتها سيليكون يعني الجوانب هي سيليكون سيليكون في بلاستيك كده، وده ستانلس. تمام، ده ستانلس على المناطيد، وعشان هي ما بتاخدش معاكي مكان في الدرج. بالظبط، جميله كده بتستخدميها اهي. ده 39. بصوا يا بنات، ناحيه بتعمل شيبسي وناحيه بتبشر او الرفيع بتاعنا، وناحيه المبشره العاديه اللي احنا نعرفها. جميله جدا دي، حلوه قوي، وما تاخدش مكان، تشيليها وتطبقيها وتطلعيها تاني. عايزه اقول لكم فكرتها حلوه قوي. في بقى كمان ده ايه؟ دي شماعه بتلزقيها كده في الحيطه في السيراميك بتاعك. تمام، بتحطي فيها الماسوره دي، بتحطيها كده من الجنب، بتعلقي فيها فوطه، وهنا مثلا ديكورات عايزاها تعلق. يعني هي رف وفوطه كده، فوطه تحطي فيها حاجات حامل فرش الميك اب، الاسنان. تمام ماشي. وهنا الفوطه بتاعتها بتاعت الحمام. تمام، حلوه قوي. في المطبخ استخدمها في المطبخ. تمام. 25. في منها من هي ثلاث الوان، هي دبل فيس ولا اللي هو اللي الشفاط؟ تمام، تحطي فيها دبل فيس مع الشفاط براحتك. تمام كده بتمسك حلو قوي. بصي يا بنات، في منها الوان طبعا، في منها اللون البينك واللون مش عارفه اللون ده ايه، بصري والجرين. بصي في كمان يا بنات العلبه دي، دي معاها الصفايه بتاعتها تحت، دي لو حاطه خضره، حاطه جبن. اكريليك تركي. اكريليك تركي رقم 5 بي 5 اهي يا بنات. مكتوب عليها ميلي ان تركي. فين الورقه اهي؟ في الورقه اهي يا بنات. تمام. وبي 5 هنا اهي. موف والاخضر والاحمر والاورنج اللي معاك، موف واخضر واحمر، واحنا يا بنات معانا هنا اورنج. بكام دي بقى؟ دي عامله 65. جميله دي، دي طبعا بتحافظ على الخضار في الثلاجه لان هي فيها صفايه تحت، ما بتخليش فيه ميه خالص. بصي يا بنات كمان في اطقم التوابل دي، دول كده ثلاثه مع بعض. ده مصنعنا احنا بقى، ده مصنعهم هم. الكيتشن ده تبعكم. تمام، حلو قوي. كل الاطباق كمان بتاعته بتخش الميكروويف، وعندنا اطقم ثلاجه يعني. تمام، يعني افهم من كده ان اسعاره عندكم مميزه. بكام بقى الطقم ده؟ ب 15. تمام، حلو قوي. انا عايزه اقول لكم حجمه حلو بالمعلقه بتاعته، يعني كل معلقه كده. بصي يا بنات الفراوليه ده، ده كمان حجمه حلو قوي. ده كل واحد كده بلونه، لسه في ده اللون ال البينك والاقوى واللبني، وكل واحد معاه المعلقه اللون بتاعه. حلو قوي. ده بكام ده؟ 17.5. تمام. بصوا الباريز ده برده اللي هو الشكل الغطا بتاعه كده، بصي المعلقه بتاعته كده من جوه. حلو ده. جميل. بص المعلقه جايه على قده من جوه، مش كبيره. حلو قوي ده. ثلاثه مع بعض يا بنات ب 19.5. تمام. الشاليمو الاشكال الجديده دي، بصي الشاليمو دي انا بحبها.
جميله جدا. بص يعني دي مثلا يونيكورن، وفي في اشكال يعني، في عندهم اشكال تانية والوان. بس هنفتح لك. اوه بصي يا بنات حلوه جدا. بس في الوانها بقى طبعا زي ما انت شايفاها كده. اه هي اربعه في الكيس يا بنات، بكام دي؟ ب 13 ونص. 13 ونص، حلو قوي. بصي يا بنات في اشكال كتير والوان يعني، في حاجات كتير جدا اكيد. انا عايز في كذا حاجه اصلا لفت نظري. طيب دي شيلت التورته؟ دي شيلت التورته. بصوا بقى حلويات كلها سهله جدا، انت بس حطي كده وزقي خلاص، انت مش مستعمله حاجه تاني. دي كده 20. اربع قطع ممكن تستخدمي عجان. بصي يا بنات كده كده بتعجني فيه وبتغطيه بالغطا. اه يعني عن استخدام. جميل جدا. انا حاجه في الثلاجه لمده اسبوع زي ما هي، كاني لسه جايباها. والله انا عايزه اقول لكم كمان، لو بتحطوا فيه عجين وبتسيبوها تخمر هي تديكي مساحه لكده، وكل حاجه ليها الغطا بتاعها. تمام. اربع قطع مقاساتها يعني مكتوب عليها من تحت المقاس. دي 2 لتر. دي ايه؟ دي 2 لتر لغايه. بصي كام لتر؟ لا دي لتر و200. دي انا مش شايفه اهو، لتر و200. اه لغايه اكبر واحده 6 لتر. تمام، حلوه قوي. هي اصلا كبيره يا بنات. بصوا بقى في منها الالوان دي، بصوا دي كده الالوان بتاعتها. دي بكام؟ 59 ونص. دي كده يا بنات 59 ونص. طب دي بصي دور 2 و3 وغير الشماعات بتاعتها تحت. اه بكام دي بقى؟ دي عامله 29 ونص. بصوا يا بنات في منها كمان يعني، ده اللون اللبني في اللون البينك واللون الابيض والبيج. تمام. في دول يا بنات للزيت والخل، الحاجات دي برضو تبقى لينا احنا لستات البيوت، حلو قوي. بصوا طقم كده مع بعضه شكلها كيوت وجميل قوي. بكام دي؟ 15 جنيه. وسعرها حلو كمان، عايزه اقول لكم 15 جنيه الاثنين مع بعض، حلوه جدا جميله. تمام. بصوا يا بنات دي كمان، دي ايه دي؟ دي حامل معالق، وانت بتطبخي بتسندي عليها المعالق الخشب. اه يعني بتحط على الرخامه كده. على الرخامه بتسندي عليها المعالق كلها. اه دي حلوه قوي دي يا بنات، طبعا للي احنا بنعمله بقى ملوخيه بقى، بتاخدي سمن من العلبه ولا حاجه، فالحاجات دي بتبقى حلوه جدا، تخلي مكانك نظيف. دي جميله قوي. ب 15 جنيه. ب 5 علب الفشار بقى. دي كده يا بنات كده ب 20. تمام. والحلوه الطعمه دي، بصي دي برده يا بنات شكلها كيوت قوي. هي دي بلاستيك. اه طري كده، حلو قوي. مش مصنعنا بس استيراد نحن. اه بكام دي؟ ب 8 جنيه. ب 8 جنيه، حلو قوي دي. بصوا يا بنات في كمان 85 95. بصوا يا بنات الكبيره دي ب 95. دي كام قطعه؟ خمسة، حلو قوي. وبصوا يا بنات دي الاصغر منها شويه، كام قطعه برده؟ خش الميكرويف. خمسه برده. خمسه ب 85. بالظبط كده. تمام. دي يا بنات بلاستيك صحي طبعا. اه بس هي عايزه اقول لك هي حلوه قوي، بلاستيكها جامد جدا. بتاعتها حلوه. اه تمام. تمام. بصي دي حلاوتها برده انك انت بتدخليها الميكرويف بالغطا. اه عشان عشان فيها التهويه بتاعتها اهي. اه اه فبتدخليها الميكرويف بالغطا بتاعها. اه يبقى اهي جميله قوي دي برده، حلوه. الثانيه ما فيهاش كده؟ لا الثانيه بتدخليها الميكرويف من غير بتشيل الغطا. تمام. اه كويس انك لفتي نظرنا، عشان لو حد بيطلب شحن يا بنات يبقى عارف. والحاجه اللي تعجبه يعمل سكرين شوت، وهسيب لكم لينك التليجرام في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، تدخلوا وتشوفوا كل اللي انتوا عايزينه. سعرها بالثلاجه دي 3 قطع ب 40 جنيه. 3 قطع ب 40. طبعا يا بنات ماركه كيتشن احنا عارفينها، دي المصنع بتاعهم اصلا، فانا عايزه اقول لكم حلوه جدا، حلوه قوي جميله. والبلاستيك بتاعها شكله نقي جدا. اه بصوا والمقاس الصغير بتاعها مقاسه حلو، جميله قوي. مني خالص. اه لا حلوه. مثلا في جبن برضو اللي هي الجبن الكبيره. اه بصي ده 3 مقاسات كده عامل 40 برضو، فرق وبيدخل الميكرويف بس من غير الغطاء. من غير الغطاء. تمام. بصوا يا بنات كمان في ستاند الميكرويف ده طبعا احنا عارفينه، بيكبر وبيصغر على حسب حجم الميكرويف اللي عندك. في ناس مش بتستخدموا ميكرويف بس على فكره. اه بصوا اه حلوه الفكره دي للدولاب برضو، وفي هنا على الرخامه عادي تحطي ترصي بقى ازايز الزيت والحاجات بتاعتك، حلو قوي. اه ده في العرض 99 جنيه. 99 يا بنات. اه بدل 155. بدل 155. بصوا كمان الرف ده تحفه، كلميني عنه بقى، قولي لي الافكار اللي قعدتي تقوليها لي دلوقتي كلها. بصي ده رف كده بالشماعات من تحت. اه ده ممكن تستخدميه هنا التوابل، وتحطي مثلا في ديكوريشن من فوق زي البازات الورد اللي احنا بنحطها. تمام. وهنا بتعلقي عليه المجات او الفوط. تمام. ممكن ده كده تستخدميه للمطبخ، فوط المطبخ او المجات والتوابل. اه ممكن تستخدميه للحمام، تحطي فيه من هنا من فوق الشامبوهات والشاور والحاجات دي كلها، الليفه بقى ولفه الشاور لفه الحموم الكلام ده كله. اه فوط الحمام استخدامه فعلا جميل جدا، في ناس بتستخدمه للحالتين. اه انا عايزه اقول لكم هو استعماله حلو وشكله قيم كمان. بكام ده بقى؟ بصوا البتوع بتاعه اللي هم بيلزقوا على السيراميك دول.
اه تمام 100 بعمل 100 100. بصوا يا بنات ده بيشتغل برضو بالشفط على السيراميك. اه بصوا دي ومعاها الجنشات بتاعتها. بصوا الجنشات بتاعتها قوية على فكرة حلوة. اه بكام دي بقى؟ دي ب10 يا بنات. برضو في منها الوان، في منها الوان اهو. اه بصوا يا بنات دي ماركة بيجر التركية. دي كام علبة؟ دي 3 علب. 3 تخش الميكرويف طبعا زي ما انت عارفة. شكلها مش تقليدي خالص، جايه بمنحنى كده من تحت، شكلها حلو قوي. اه جميله. لا جميله فعلا، حلوه قوي. اه بصوا انا شايفه في منها الاصفر. بصوا بقى في منها الاصفر وفي منها الكشمير والموف والايه والاقوى ده واللبني. اه بصوا حلو قوي. بكام دي؟ ب60. ده طعم 3 علب مع بعض. طبعا احنا متفقين ماركه بيجر دي ماركه تركيه. بصوا الليف دي يا بنات، دي بغيار. دي ليف مواعين بالغيار بتاعها، دي بتبوظ لما بتبوظ معاكي بتغيري لها الغيار بتاعها. ده كده كده زي ما احنا عارفين احنا بنشتري ده برده فرداني. تمام. يعني العصايه دي اللي مش هتدوب معاكي. اه طبعا. ده عامل 15. دي 15. في منها الوان. في منها برده يا بنات الالوان اهو للناس اللي بتحب الطعم المطبخ. في منها الوان كتير بقى. تمام. في كمان بصوا المعالق الخشب دي حلوه قوي. في شكل اهو. لا هاتي لي واحده في ايدي كده، ما نبصش للحاجه كده، دايما ناخد الحاجه من الجنب. بص السمك بتاعها قد ايه. بصوا بصراحه قيمه جدا، حلوه قوي السمك بتاعها من كل الجهات. لا جميله جدا. دي بكام دي؟ بصوا كمان في منها تشكيل اهو، في منها المعلقه واللي هي جايه بميل دي، وفي منها المقفوله المقفوله والمفتوحه اهي. كده الاربع اشكال بتاعتها اهي. تمام. مسكتي الخشب بتاعها القطعه ب30. اه انا وريتهم، هم احنا متفقين ان احنا ما نبصش حاجه من الوش، بنجيبها كده من الجنب نشوف السمك بتاعها. حتى المعلقه نفس السمك والسبيتيولا بتاعتها نفس السمك بالظبط. دي يا بنات القطعه منهم 30. دي قولي لي بقى دي عمليه، عشان انا في حد سالني عمليه ولا لا. دي بامانه بتقطع فعلا؟ دي كتيره استخدمتها وطلبت منها كتير. بصي يا بنات دي اللي هي كام سلاح؟ 2. اه بصي يا بنات 3. 2 3. اه دي 3 سلاح. اه دي مقطمة الثوم الحبل او البصل بقى. اه بصي ارفعي كده ايدك وشدي الحبل، ارفعي ايدك وشدي الحبل عشان نوريهم السكينه بتجري ازاي. كده طيب حلو كده. اه بصي يا بنات سريعه جدا. اه هي بتشد الحبل. اه يعني انا اللي مبطلتش عشان تطلع لك في الفيديو صح. تمام تمام. اه طبعا انت لما بتحطي بقى بصل جوه خضره جوه وبتيجي تحطيها تشدي بالظبط بالظبط. بصوا الحاجات دي فكرتها حلوة جدا. وانت مسافرة بقى النور قطع واتزنقتي، بصي يعني احنا بتوع الحالات الصعبة. حلوة جدا. دي كام دي؟ دي عاملة 60 عشان دي كبيرة. دي ب60 يا بنات. طب ده ايه؟ خلاط من الفواكه. تمام. اه انا حاساه حاجة حلوة بصراحة. هو سكرة يعني بصراحة نقص سكرة. اه بصي بتحطي مثلا الفاكهة كلها هنا. بعدي شوية كده. ابعد كده. اه تمام. بتحطي الفاكهة كلها وبتغطيها. بصي هو كام سلاح؟ ثلاثة. اه ثلاثة وبتغطيها كده. اه حطيتي الفاكهة كلها اهي بتشديها. اه نظام الحبل زي التانية برضو. زي الحبل يعني. اه عايزة تعملي عصير لابنك وانت بره. اه تمام اهي عملت العصاير بتاعتك. عايزة اقول لكم فكرته عجبتني. بكام ده؟ بصي ده عامل 95. بتشيليها 95. اه مع الغطا بتاعه. يعني ده اللي كده هتشربي منه. اه جميلة. لا وتاخدوا بقى شاليمهم اللي احنا شفناهم من الناحيه الثانيه معاه. لا بجد تحفه. حلو قوي الحاجات دي. بصوا الوانه كمان يعني ده اللون الكشمير وفي الوان ثاني. انا عايزه اقول لكم شكله شيك قوي، عجبني بصراحه. حامل معالق. اه الصفايه اهي دي مش مخرمه، دي بتسندي عليها بس المعالق. اه يعني للضيوف وهم موجودين كده. نحط عليها. دي بيجر. تمام. اه تركي. فيها كذا عين، اشيل لك الورقه تشوفيها. مش مشكله. بصوا هي احنا اهي. بصوا مش قادرة اقطع الورقة عشان ما ينفعش. طبعا. اه هي بنات هي مفتوحة من النص مش متقسمة بالزبط. واللي على الحرف دول. تمام. شايلة كده. اه تمام حلوة قوي دي. طبعا لو ضيوف موجودين بتحطي الشواك الحلو والمعالق والشواك الكبيرة، واذا كانت في معالق شوربة فالحاجات دي كلها بتبقى مهمة لما بيجوا الضيوف بتحطيها بتبقى شكلها شيك قوي. دي تركي عاملة 29.5. 29.5 يا بنات. بصوا المصفى دي. دي مصفى انا بحب الحاجات اللي بتوفر في الاماكن. انا عندي يعني البيت صغير فالحاجات دي بتفرق جدا. لميتيها اهو مش هتاخد معاكي حاجه في المطبخ بالظبط. اه فرتيها كده اهو. بصوا اوقفها لك على الارض عشان هي كمان بتقف على الحوض للمكرونه. بصوا لا جميله جدا حلوه قوي. وشيليها بقى في الدرفه طبقي وشيلي تلاقي نفسك انت عندك كل الامكانيات في البيت ولسه في عندك اماكن فاضيه. جامده جدا. بتستخدم الحراره كمان انك تحطي فيها المكرونه وكده. دي عامله 75. 75. بصوا يا بنات في منها المستطيل كمان. المستطيله دي بقى بتفرديها على الحوض صح، ملهاش قاعده. دي اللي بتتفرد على حرف الحوض. دي جميله برده. بصوا اهي
حلوه جدا. تفردوها كده على الحوض، انتوا بقى بتصفوا الحاجه فيها، برده فكرتها جميله جدا. في منها الوان يا بنات، احنا ده الاحمر اهو، وفي منها الازرق. الاحمر والازرق حلوين. لا هو في اخضر متهيألي، هو في اخضر فين يا جماعه؟ في اخضر كمان، بس هو مش قدامنا دلوقتي عشان ايه مارينا ما كلتش، فمش هنخليها تشيل كل ده، حرام. بصوا كمان، القرمه دي جميله برضو، فكرتها حلوه قوي. قطعتي؟ ايوه كمان. نزليها كده حوض، اغسلي بقى حاجتك، اغسلي وازي الحوض اهو. ايوه بالظبط، غسلتي شيلي بقى الميه، افتحي وصفي ميتك، فكرتها جميله جدا. يعني حلوه قوي برضو. اتنين في واحد، بلاش هو وحوض كمان انك انت بتغسلي في الحاجه. تمام، بكام بقى؟ 45 بدل 55. 45 يا بنات بدل 55، حلوه جدا برضو. دي دي بكام؟ 59 ونص. تمام. انا كده جايه؟ لا. ايه دي بقى؟ دي الاسبونجه بتاعت المطبخ اللي هي الخزان اللي مجننه الناس كلها على النت. بينزل منين؟ معلش عشان انا اول مره اشوفها. بتحطي الصابون كده هنا. هو انا شايفه الشاليمو جوه. ماشي، حطيتي الصابون. تمام. البريل بتاعك كله. بتضغطي كده بالليفه، شايفه الاخرام دي؟ هو البريل بتاعك كله بيطلع من هنا. ايه ده بيطلع من هنا؟ بيخرج من هنا؟ بالظبط، عشان بص البخاخ بتاعه جوه فين. ايه ده، تصدقي حلوه؟ ايوه دي بكام دي؟ 20 جنيه. لا والله الناس دي انا مش جايه اصور، انا جايه اشتري على فكره. لا حلوه قوي. طبعا الحاجات دي للعرايس يا بنات، بتوفر في المساحه وتخلي شكل المطبخ حلو. يعني بصي انت حاطه الصابون تحت والليفه فوق ومفيش روايح طالعه، يعني انت برده محافظه على شكل مطبخك، جميله جدا. دي مبشره الجبن، دي تركيه برده ماركه بيجر. بصوا في منها الوان بقى، الكشمير والرمادي واللبني وايه. في فكره، في اتنين يعني، في نوعين. في دي كده اللي هي دي او دي او اي لون من دول كده، عامه دي اللي من غير غطا. تمام. دي اكلير التركي، ماشي، بشرتي الجبنه الرومي، حاجات البيتزا، الكلام ده كله. لو هتستعمليها على طول بالظبط كده. تمام. في منها اللي بالغطا. انت لو مستنيه شويه، لو مستنيه شويه بشرتي اهي. وعايزه هتستنى شويه. نروح شايلينها بقى. حلوه دي عامله 30. 30 طيب ماشي. دي زفايت معالي ومثاني سكاكين. ده جديده، ده جديده عن الثانيه اللي نازله. بالظبط كده. توزيع مثلا انت عندك من غير حامل بكام دي بقى؟ 85 كده يا بنات. 85. بصوا في منها اشكال والوان كتير جدا، وكل الوانها جميله. يعني بصوا الالوان بتاعتها، رمادي مع الابيض والاصفر مع الرمادي. ايوه، وفي اللون الطوبي دوت. الطوبي مع الكشمير حلو قوي برده، والالوان الاقوى مع الرمادي تقريبا. بصوا في منها الوان كتير جدا وكل الوانها شيك. كنت لسه هقول لك ايه ده، شغال. بصي دوت بخاخ كده، اربع جوانب مع بعض، اربع بخاخات مثلا. بصي يا بنات اهي، او للمدارس حلو قوي برده للمدارس. الكحول والشاورجيل، عشان دلوقتي كل واحد بيستخدم حاجاته طبعا. الكحول والشاورجيل. بصي يا بنات هي اربعه مع بعض جوه. 30 مللي. حلوه. اربعه بقى كل واحده تستخدميه كده لوحده اهو. اقفلي بقى. بصي بخاخ بقى، عايز تستخدمي ده هتستخدميه حسب الحاجه اللي انت عايزاها. في منها الكشمير، عاملين حساب الولاد برده في الحكايه دي. طبعا. في منها الكشمير وفي منها الجراي. الجراي والكشميري بكام دي بقى؟ 25. انا عايزه اقول لكم دي امنه جدا لاولادكم في المدرسه، ياخدوها معاهم، حلوه جدا. وانت مسافره تحطي في واحده شاور، واحده برفيوم، يعني هتشكلي فيها. بالظبط. بصوا يا بنات في كمان الكفر الاسترتش ده. ده جميل جدا، ده الاصلي، ده اللي في علبه، مش اللي بيتباع في اكياس كده تحس انه بيتباع بالكيلو. لا ده كده. ده جميل قوي. بصوا اهو سته مع بعض. بصوا شد لنا ايوه واحده كده. هو عايزاني اجربها لك دلوقتي على بوله، اجربها لك. بصوا يا بنات بتمط قد ايه؟ طبعا اللي يريحك. ماشي. بصوا يا بنات اهي اهي، مثلا احنا عملنا حاجه في كوبايه، عملنا حاجه في بوله ولا حاجه، بتعملي اهو وهي غطيتها خلاص. عايزه اقول لكم فكرتها. بصي فعلا ما بتوقعش الحاجه. بصي يا بنات لا فكرتها عجبتني بصراحه. ده بكام؟ سته هما؟ ده السته. ده 35. 25. 25 حلو قوي يا بنات، ما تفوتوش الغطيان السيليكون دي لان هي فعلا حلوه قوي. في كمان المدق ده كم؟ ده 15. ده يا بنات اللي هو الخشب ب 15، ناحيه مدببه كده وناحيه مضلعه. تمام.